جملة من التطمينات قدمها وزير النقل خلال ندوة صحفية عقب الزيارة التي أداها الوفد الحكومي إلى مكان غرق السفينة التجارية في سواحل مدينة جابس، جاء فيها أن السفينة في وضع مستقر وأنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدخل عاجل وفعال. الوضعية حاليا معناها ماهيش معناها خطيرة، وهي محل متابعة دقيقة، وحتى رفع العينات نتاع الزيوت هذه اللي تم معاينتها أفضت إلى أنها زيوت تابعة لمحرك هذه السفينة. الحمد لله توا السفينة مستقرة والغواصين توا يقوموا بالعمل نتاعهم من أجل يعني تحديد المنافذ نتاع السفينة هذه من أجل ربطها بمعناها معدات شفط الحمولة هذه. ولكن تعرفوا اللي العملية هذه هي عملية معقدة لا تحتمل الخطأ، يعني عملية كما هذه يلزم يكون فيها زيرو إيرور. ولا تزال الأبحاث جارية مع طاقم السفينة للتثبت من هوية الشركة ونشاطها وتحديد مختلف التحركات التي قامت بها السفينة في الفترة الماضية. وفضلا على التحقيق هذا من وثائق السفينة ومن تصريحات راهو معناها قائد السفينة، احنا عندنا وثائق وهو يقول اللي هو جاء من مرفا او ميناء دمياط، واحنا في طور التحقيق معه، في طور التحقيق في جميع ملابسات وصوله الى الواحد، معناها هذا مسار اخر. فما وثائق غرقوا مثلا، وثيقه هامه اسمها كونيسمون يدعي انه بقى على ظهر السفينه. هذا الكل التحقيق تو يجيب لانكيت فا ديمونتري تو سكي لان اي، دونك سي بور سا كيليا بوتيتر دي كونتراديكسيون. وزيره البيئه تحدثت بدورها عن مجهودات كبيرة يقوم بها فريق الغوص لإحكام إغلاق جميع منافذ الخزانات، كما أشارت إلى أن هناك دول أجنبية أبدت رغبتها في تقديم الدعم اللازم. جهود الكل يتحدوا مع بعضهم باش العملية هذيك تصير بصفة سيكوريزي سورتو، وحتى كان لازم نشكروا زاد الخيان معناتها من الخارج اللي اقترحوا علينا الإعانة، كان لازم معناتها اون في ابيل على ديترونجير بور لوبيراسيون دو بومباج اللي لازمها تصير في أقرب وقت. هذا وأكدت الوزيرة أن السلطات التونسية ستسعى للحصول على تعويضات.